حياكم الله مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لآخر فقراتنا لهذا الصباح، وفقرة جدا جميلة، فقرة فنون جميلة اللي من خلالها نتعرف على الأدوات البسيطة الموجودة عندنا في المنزل، كيف ممكن نحولها إلى تحف فنية، ممكن نقدمها كهدايا أو للتوزيعات، أو حتى ممكن تكون جزء مهم من ديكور المنزل. سعدنا نرحب معاكم مشاهدينا بالأستاذة سماح حاكمي، مدربة فنون جميلة وأشغال يدوية. يسعد صباحك. يا هلا أستاذة أمل، صباح الخير. خبارك؟ تمام الحمد لله، أنت كيف؟ صباح الأشياء الجميلة. تسلمي يا رب، تسلمي. صباح الخير أستاذة إسماعيل، صباح الخير لكل المشاهدين. يعطيك العافية أستاذة سماح. بس أول طلب، بتعلقين أشياء حلوة على الهدايا؟ طبعا. امل بعد لازم تشارك. اكيد اكيد انا معاها اليوم. اكيد مشاركتي. شو بنسوي اليوم استاذة سماح؟ ان شاء الله الفكره الاساسيه الرئيسيه اللي حنبدا فيها هي فكره الاكياس المعطره اللي ممكن نستخدمها عده استخدامات، ممكن مثلا بالخزاين، ممكن بالحمامات، ممكن بالسياره، ممكن نهديها كهدايا، نقدمها كهدايا وتوزيعات. تقريبا هذا شكل الكيس حيكون. يا سلام. هذه الأكياس أو الأكياس المعطرة اللي نحن نحطيها مثل ما ذكرت أستاذة سماح في السيارات أو حتى في الغرفة، حتى بالخزانة، كثير بتغير ريحة الأشياء اللي بتكون محاطة فيها. بس أنا فيني فضول أعرف شو داخل الكيس هذا، خبري المشاهدين. هلا حصمم كيس لإلك، أنت حتختاري ألوانه وحتختاري كل شيء. إن شاء الله. إن شاء الله. شو الأدوات اللي نحن نحتاجها علشان نصمم هذا الكيس والعطور الموجودة بعد فيها؟ أول شيء حنحتاج قماش الفلت، موجود بالمكتبات وبأي مكان. شو اسمه أستاذة؟ قماش الفلت أو اللباد. هذا بيكون. طبعا ممكن نستخدم أشياء تانية بس أشوف راويهم. الفلت موجود في المكتبات. تمام. بأشكال بعد؟ ألوان، أشكال وألوان وكل شيء. حلو. هنستخدم قماش التول، قماش عادي ممكن، أو ممكن خيش. هاي لتغليف القماش الفلت. هذا قماش الفلت بالإضافة إلى يعني العديد من الأقمشة عندنا. أيوة. التور، وبعد شو؟ التول أو الخيش أو يعني حسب الشيء المتوفر. هنستخدم الصابون اللي هو المادة الرئيسية الأساسية. الصابون. يعني ممكن احنا نستخدم اي ماده موجوده عندنا من الاقمشه؟ تمام، اي شيء موجود ممكن نستخدمه. حلو. اي شيء. تمام. طيب نبدا الصابون، بما انه هو هذا الكيس اتفقنا لك هديه، فانت اختاري شو لون الصابون اللي حاببتيه. هو اكيد حيكون على لون بنفسجي. حلو. بس حابه انت داخله صابون ابيض او بنفسجي؟ ابيض. ابيض. اوكي، اختار الابيض. هلا نشتغل شغل ست البيت، نبشر الصابون. حتى هذه الأدوات مشاهدينا موجودة في كل مطبخ. أكيد. المبشرة والصحن. كله موجود، كله بسيط، كله متوفر. بس طبعا ننتبه ونحن أنا بساعدك نقوم بعملية بشر الصابون، ونعلم الأطفال وننبههم أن هذا صابون مو بشيدر تشيز أو جبن أبيض. على فكرة أنا هاي الفكرة نفذتها مع الأطفال كورشة عمل، ما تتخيلي شو استمتعوا فيها، جدا 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 جميل. هاي بشرنا الصابون. الأطفال بشكل عام محتاجين مثل هذه الأعمال والأشغال اليدوية علشان ينمون من مهاراتهم في مختلف المجالات ويستمتعون في نفس الوقت. أكيد. طيب هلا نحن أنا مختارة شكل القلب للكيس، فبكل بساطة ورقة عادية عشان أخذ يعني المقاس وأصمم عليه الشكل القلب. ورقة عادية قصتها على شكل قلب. أوكي. إحنا عندنا ورقة ملونة. تمام. طبعاً ممكن يكون شكل الكيس دائري، ممكن يكون مربع، مستطيل، الشيء اللي نحن حابينه. بالحجم كذلك اللي نبغيه. الحجم طبعاً. في بعضهم يحطونه في السيارة. يكون صغير. صغير صحيح، فنقدر نتحكم بالحجم. طيب. فاختصاراً للوقت ولكل شيء، بكل بساطة شوفي الورقة طويناها على النص، حطينا داخل القماشين. هي قماش الفلت والقماش الثاني. حلو. أوكي، بس نتأكد أنه على النص تماماً. حلو. أوكي، وحطينا الورقة. تمام. على شكل قلب. هلا حنقص عشان نحصل القماش يكون على نفس الشكل. تمام. حلو. يعني فعلا ما في ابسط من هيك.
ما في ابسط من شيء، لكن مثل هذه الاشغال اليدويه تاخذ وقت مش؟ على حسب الشيء، هلا هذا جدا بسيط ما كثير بياخذ وقت. طيب هي صار بالتدريج نتعلم الشيء البسيط والسهل. هي صار عنا على شكل قلب. هي. اوكي طبعا ممكن نحن نضبطه اكثر يعني نرتبه اكثر. ليش اخترنا قماش الفلت؟ لانه بيمسك الصابون عشان ما يتغلغل من تحت. هي هلا القماش الفلت وفوقه هذا. اوكي نحن شو محتاجين الحين؟ هلا مسدس الشمع اللي هو اساسي غالبية الاشياء اليدويه اللي نحن بنشتغل عليها. بدنا نثبت هاي على هاي. سؤال طيب كمان، انت حابه شو لون الكيس بالضبط؟ مثلا تكون الخلفيه بيضاء هيك ولا يكون لونه على بنفسجي؟ هو حيتغلف في الاخير بالتول. بنفسجي احسن؟ كيسك انت حبيب. لان التول اللي عندنا لون ابيض. تمام. فحلو ان نحن ندمج ما بين الالوان. الشمع نحطه على اطراف القماش. أيوة. هذا تمام نثبت عليه هاي القماش اللي. حلو اوكي هلا نجي على الطول بس حاسبوا عند تحترقون انت في ايدك بعد مره هلا بدي اثبت الطول يعني لازم ما نتريع على الشمع هذا لا عادي على طول هو الحلو بالشمع انه بيثبت بسرعه بس نكون ننتبه شويه اكيد عشان يكون مسلسل الشمع حار على الاوقات ننتبه شويه نحن ننتبه كثير ننتبه وايد ها استاذ مو بشويه وخاصة إذا كانوا أطفال معانا. طبعاً. طيب هلا نحن لبين ما ينشف الشمع هنقص الطول الزايد من الأطراف. هي. نحن بعد ما ثبتنا التور مشاهدينا الأبيض نقص على شكل قلب. انزين اوكي هيك خلصت معنا هلا تقريبا صار عندنا الكيس جاهز بكل بساطه الصابون اللي بشرناه من شوي ريحه الصابون فاحت الحلو ان احنا ما نعتمد على شكل معين وما نعتمد على يعني نوع واحد من انواع الصابون أكيد. الموجود عندنا ونحن حابين ريحته ممكن نحن نستخدمه ونحطه في الاكياس هذه اللي نحن سويناها وطبعا بصراحه انا بس بنصح بالنوعيات المنيحه من الصابون حتى تتم الريحه يعني بالخزانه صح. فتره اطول حلو يعني اللي شفته هنا كانت الكيس في البدايه كان صابون جميل الصراحة ريحته وايد حلوة حلو هلا نسكر الكيس بعد بالشمع ايوه حتى شكلها حلو شكلها كثير حلو ونثبت بعد يا سلام طيب هلا الخيارات شو عندنا الحين؟ هلا عندنا اما مثلا تختاري هاي كزينة للكيس وايد حلو وايد حلو تمام وفي عنا شيء مهم حتى نقدر نعلق الكيس منه هو الخيط او اي شيء تكون مثل التعليقة هذه تمام شو رايك اسماعيل رائع صراحه تسلم
وعلى فكرة حتى شفتوا المكان اللي سكرناه آخر مرة، ممكن مجرد ما تخف ريحة الصابون نفتح المكان تمام ونطلع الصابون نحط الصابون بالضبط عشان نجدد. نجدد صحيح. هاي الطريقة صار عنا هيك ما شاء الله عليك. استنى على عينك ما طولنا نحن. مبروك عليك. دقايق بس يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. بس نتريى شوي. أيوه. أنا استعجلت. تمام ما مشكلة. عمل ما فيها صبر بس انت في عيني واحترقت بعد. يعطيك الصحة والعافية. شاكرين لك نحن تواجدت معنا اليوم في استديو صباح الشارقة وعلى هذه الأشياء الحلوة وأنامج الممتعة. الله يكرمك. الله يسلمك. إذا مشاهدينا كل الشكر والتقدير لأستاذة سماح شفيق حاكمي مدربة أعمال يدوية على هذا الحضور وهذه المعلومات القيمة والمفيدة. وصلنا للختام مشاهدينا، نشوفكم باكر في حلقة جديدة من صباح الشارقة ومواضيع بعد جديدة وضيوف مميزين. ومع السلامة. وصلنا للختام مشاهدينا، يومكم سعيد بإذن الله، تعالوا نلقاكم غدا في نفس التوقيت بضيوف مميزين ومواضيع كذلك مميزة. مع السلامة.